ايوه، لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه خير. ايه يابا؟ الحقني يا دكتور، الحقني يا ابني. تعالى تعالى بس اقعد، خد نفسك، الله يبارك لك. في ايه؟ اخد نفس ازاي؟ اخد نفس ازاي؟ بنت منيره، بنت منيره، بنت الكبس جرستني في الحته كلها. لا مش كده وبس، لمت ابوها واخواتها واتكتروا عليا، وكانوا عايزين يضربوني. انت بتقول ايه يابا؟ ما تقولش كده، معاش اللي مد ايده عليك طول ما احنا عايشين على وش الدنيا. يمهل ولا يهمل. سكتها يا احمد، انا مش ناقص. يا امي ابوس ايدك، اسكتي بقى، مش وقته. طب انت حصل لك اي حاجه يابا؟ لا الحمد لله، جت سليمه. اهل الحته كلهم الله يسترهم اتلموا عليهم، كانوا هياكلوهم ياكلوهم. بس انا خلاص يا احمد، خلاص البيت دي انا مش عايزها، مش عايزها. مش عايزها؟ يعني ايه مش عايزها يابا؟ والواد اللي ببطنها ده هنعمل فيه ايه؟ هي في 60 داهيه، انما الواد لا. والواد في 60 داهيه؟ الواد اللي يمرمط بكرامته ويحط دماغ الارض يغور في 60,000 داهيه. هترمي لحمك يا توفيق؟ انت صحيح ملكش امان. يا امي ابوس ايدك، مش وقته يابا. خليك قاعد معانا هنا يومين، ربنا يسهل ان شاء الله. هروح انا اتفاهم معاها بالذوق. ايه؟ تتفاهم؟ متفاهم مع مين يا اخويا؟ لا يا احمد، احنا لازم نروح كلنا بربطة المعلم، انا وانت واخواتك وحبايبكم، نكسرهم، ندشدشهم. طيب. لازم ندشدشهم. خلاص يا ابا، خلاص ابوس ايدك بقى، انت مش ناقص. اقعد ارتاح، اقعد يابا، خد نفسك. البلطجة دي مش هتنفع معاهم يابا، لو هي لوحدها زي ما بقولك في 60 داهية، انما في ابن بطنها لازم نعمل حسابه. بعد اذنك يا ابوي، سيبني انا اتفاهم معاهم، بس انت خليك قاعد هنا يومين. ابوس ايدك، بلاش روح لها قرش، لا منك ولا مننا. متروحش بعيد يا حسن، تفضل واقف هنا لحد ما انزل. حاضر يا حاج. ما تقوليش حاجه دي تاني. حاضر يا ست الحاج. الله، مش هوصيك يا مدام بدرية، مش عايز مشاكل معاهم عشان خاطري، ربنا يكرمك. عادي يا عصام لما تقول كده، انا مش جاي اعمل مشاكل، بالعكس انا جاي احل المشاكل، بس المهم ما تكدبنيش ابدا مهما حصل. ماشي؟ ماشي، اتفضلي. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا يا عصام. ازيك تاني؟ انا ازيك يا عصام؟ ازيك مدام بدرية؟ تهاني هانم. هانم ايه بس؟ قول ست الهوانم، ست الستات كلهم. والله انا لو اعرف ان فضلي ده هيبقى السبب في الشوفه الحلوه دي كنت ضربته من زمان. يا اهلا وسهلا يا مدام بدريه، اتفضلي حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا عصام. اتفضلي. اول حاجه وقبل ما نقول نص كلمه، الخاتم ده بتاع حضرتك، واعده مع عيالي ما هو راجع، واعتبري فلوسه وصلت. مش قوي كده، واحده واحده. تشربوا ايه في الاول؟ لا لا شكرا، كتر خيرك، متشكر جدا. انا مش هشرب حاجه، انا كفايه عندي شفتك. بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه، فضلي ده وجهه مش حلوه للأدب والجمال والذوق ده كله. مرسي. ده بيهدد الناس بحضرتك، وبالذات المحافظ، عاملكوا سيوف شايلها بإيده بيضرب بيها خلق الله، وهو ده اللي خلاني أخرج عن شعوري. ولو أنا كدابة عصام يكدبني. أنا بكدب يا عصام؟ لا العفو يا مدام مدرية، تكذبي إزاي؟ العفو. أنا عارفة ومتأكدة تماما من اللي أنت بتقوليه ده، وياما لفت نظر نجيب للحكاية دي. نجيب مين حضرتك؟ ده سيادة المحافظ يا مدام مدرية. نجيب بيه؟ لا مؤاخذة، اصل انا بصراحه من ساعه ما شفتك وانا اتلخبطت كده، يعني اسم الله عليكي ليكي هبه وطله كده. ميرسي يا مدام بدريه. بس عشان خاطري سامحي فضالي ده، انا عن نفسي مسامحاه. ده انا عايزه اشكره كمان انه كان السبب اني اتعرفت على حضرتك. ميرسي خالص يا مدام بدريه. هو حضرتك بتشتغلي ولا ربه بيت؟ الاثنين. ما شاء الله، ده انا صدقيني بالرغم ان انا عندي 3 شغالات الا اني قعدت من الشغل. بصراحه حلاوه والشياكه والجمال ده كله خساره في الشغل. انت تقعدي معززه مكرمه، واللي عايزاه كله يتعمل. بس والله زهقت حتى من قعدة البيت والخروجات للنادي والجمعيات الخيرية. واضح من لبس حضرتك ان ذوقك عالي قوي. ايه رأيك بقى ان انا ممكن اخليكي تشتغلي وانت ما بتشتغليش؟ فزورة دي، مش فاهمة حاجة. اصل انا بشتغل في اللبس وببني مصنع دلوقتي كبير قوي، وكنت محتاجة يعني حد ذوقه عالي زي حضرتك كده. اه ديزاينر يعني؟ دي ايه ست الكل؟ ديزاينر. ايوه اللي تشوفيه كله ماشي يا قمر. ما هو مش معقول يا ابني تسيبها كده زي البيت الواقف، لحد عارف هي مراتك ولا مش مراتك؟ ازاي بس يا عم، مش عايش على طول؟ ايه مراتي طبعا.
على دماغي من فوق كمان. كل طلباتها ماضية هي وأمها هاشم. الحكاية مش حكاية طلباتها يا ابني، ده انت رميها هي وأم هاشم من ساعة الموضوع ده وما كلفتش نفسك حتى تبص عليهم. صعبان عليا نفسي منها قوي يا عم أبو شيشة. أنا ما قلتش إنها ما غلطتش، بس انت كمان غلطت يا أحمد. كان لازم تقدر إن دي ست ومن حقها إنها تغير. وبعدين هي اللي قالت لك، يعني ما عرفتش من بره. على فكرة هو ده اللي شفع لها عم أبو شعيشة، ويشفع لها كمان إنها أم بنتك. لا، الحقيقة إن اللي شفع لها إنها بنتك، لأن من عندي بنتين من صباح ومع ذلك طلقتها. خلاص يا سيدي، يشفع لها اللي يشفع لها، المهم تطلع تصالحها وتراضيها بكلمتين، ويا دار ما دخلك شر. على راسي من فوق يا عم أبو شعيشة، بس أنا ليا طلب. أؤمر يا حبيبي، كل طلباتك مجابة من غير ما أعرف. اوعي تقول إن أنا اللي غلطان. أنا مش هدفع تمن غلطتي 80 مرة. أنا ما غلطتش، أنا اتجوزت على سنة الله ورسوله سبحان الله، ومع ذلك جيت ورضيتك واعتذرت لك وخدتك وحجينا بعد الحج. تعملي كده من حرقتي خوفي عليك وحب ليك، تقوم انت ترميني وتسيبني زي الكلب انا وبنتك؟ صدمت فيك يا سميح، اتهزيت من جوايا، حسيت ان كل الامان اللي كنت بحس بيه معاكي خلاص راح واتبخر ومفيش حاجه. وبالرغم من كده برضو ما عرفتش اسيبك زي ما سبت صباح، خليتك. واول ما عم ابو شعيشه اكلمني جيت الجري. يعني انت رجعت لي عشان ابويا اكلمك مش عشان انا؟ انا رجعت لك عشان اخدك انت وابو هاشم. هتاخدنا على فين؟ تعيشوا معايا مطرح ما انا عايش. انا كلمت عم ابو شعيشه، اتفقنا على كل حاجه، وانت اعتقد يعني انك هتنفذي كلامه بالحرف الواحد. ودلوقتي انا ما اقدرش اكسر لابويا كلمه، وطبعا مش محتاج اقول لك ان اللي حصل ده عمره ما هيتكرر تاني تحت اي ظرف من الظروف. ما تكملش يا احمد، ما تكملش عشان ما ازعلش منك. يعني اديك الامان يا سميحه؟ مش محتاج تسألني السؤال ده. وما تنساش ان انا ساعتها اللي قلتلك وما فكرتش في اللي هيحصل لي، انا فكرت فيك انت وبس، ما فكرتش في نفسي حتى. فيك انت وبس. اصيلة، اصيلة بنت اصول يا سميع. حلاوتك يا بدارة، حلاوتك حلاوتك. أول مرة تقول لي يا بدارة، دي من سنين. بدارة ونص كمان، بدر البدور المدور المنور. ده انت النهاردة عملت أحلى واجب مع ولاد توفيق. بس أنا مرضيتش أجيب لها سيرة عن موضوع الأرض ده، قلت نتقل شوية، بلاش كله يبقى ورا بعض ورا بعض، لا الست تقلق وتطير من إيدينا. عين العقل. بس أنا عايزك بقى تعمل لها زيارة تانية، آه، عشان تخلصي لي مصلحة الأرض اللي قلت لك عليها. ده انا رتبت لكم حاجه عمرها ما كانت هتخطر على بالكم. حاجه ايه يا بداره؟ اشجيني مفاجاتك الحلوه، كلمي يا حبيبتي. هخليكم تستفردوا بالراجل في اخر الدنيا وتخلصوا مصالحكم معاه. اخر الدنيا دي يعني فين؟ انا عرفت منها انه غاوي يروح يصطاد في وادي الريان، قلت لها بس ده هي دي غيه جوزي، وقلت لها ان انت هتوضى برحله للبيل محافظ ما حصلتش. بس انا ما بعرفش اصطاد يا بدريه، ده انا عمري ما رحت وادي الريان. وانت هتغلب يا فتحي، ما تتصرف يا اخويا ولا الفرصه تضيع مننا. تضيع مننا ده ايه؟ طب يكون في علمك انا صياد ماهر قناص مولود ومتربي في وادي الريان، قال تضيع مننا ايه؟
يا نجيب يا جامد يا اجدع صياد غزلان في مصر. مش في مصر بس، العالم كله. يسلم دراعك يا سعاده الباشا. طب احنا الغزال اللي اصطدناها دي هنسيبها كده؟ لا نسيبها ازاي، العربيه اللي ورانا هيجيبوها لنا. امال احنا جايبين عربيات كتير ليه؟ الله يبارك فيك. انا عايزك تجرب حظك يا احمد بيه. ومال نجرب يا فندم؟ نجرب. وانت كمان يا فتحي بيه. يا سعاده الباشا انت سيادتك تؤمر بس، بس اهم حاجه عندنا خوك فايتك انت من الصين. احنا خلاص غزلتنا اصطدناها. امتى ده وفين يا احمد بيه؟ احمد اخويا قصده يعني طول ما سعادتك بتصطاد كاننا احنا بالظبط بنصطاد. اصطاد يا سعاده الباشا اصطاد. اللي انت جامد في الصيد بقى بتتفضلي ولا زي حالاتي كده؟ لا 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 حالتك ايه، ده انا جامد قوي، ده انا ليا صولات وجولات في كامبالا ما تقولش لحد. كامبالا دي عاصمه اوغندا؟ ايوه. طب وانت ايه اللي وداك هناك؟ ما انا كنت مع الوفد اللي كان رايح مع المحافظ اللي اسمه علي بيه اللي كان قبل ده. الله، هو انت كنت سكرتير مع المحافظ اللي كان قبل ده؟ اي، وان شاء الله هكون مع المحافظ اللي بعد ده. حلو قوي الكلام ده. مش معنى اوغندا يعني؟ عشان كان في بين المحافظات تبادل خبرات في الزراعة والصناعة والكهرباء والمواد الغذائية. بس مش ده المهم. لا مش ده المهم. مش ده المهم ازاي بس؟ ده اهم حاجة يا استاذ فضال. يا سعادة الباشا زي ما سعادتك تشوف، وان حابب نخليها شراكة. لا لا يا حاج فتحي، شراكة ايه وبتاع ايه، خلينا في الضل احسن. على رأيك. والضل سترة برضو اهو كده. ده غير ان انا كل ما بعدت عنك هبقى قريب جدا منك، لاننا لو قربنا من بعض هنلم العيون حوالينا، وبعدين العيون هتكتر وتتكلم، وانت فاهم بقى اللي هيحصل. فاهم طبعا يا سعادة الباشا فاهم، وانا عنايا الجوز لسعادتك. لا خليهم لفضال يا حاج. صح كده، عشان كل ما انت بعدت عني كل ما قربت مني. اهو كده يا سعادة الباشا، والله العظيم انا بتعلم منك كل يوم حاجة جديدة. انا فاهمك يا حاج احمد، المصلحة دي ما تتعملش جهجهولي كده، لازم تتعمل بشكل يبان انه طبيعي. ما ينفعش ناخد الفلوس بايدينا نهائي، لا شيك ولا نقدي. الله، امال الفلوس هتوصل لكم ازاي؟ هتستوردوا بيها بضاعه. استورد بضاعه لصالح مين؟ لصالح ولاده واخو واخت الباشا. اشمعنى يعني؟ عشان الفلوس كلها مصدر، لما حد يسالك من اين لك هذا تعرف تجاوب. طب وايه البضاعه اللي شغالين فيها؟ اي شغل، سجاد عجمي، عربيات، اجهزه كهربائيه، المهم تعرف السوق محتاج ايه وتجيب. والله وتبقى فرصة نشتغل معاه أهو. مجاور السعيد يسعد. ومين بقى اللي هيسعد بقى؟ أنت ولا هما؟ احنا التلاتة هنسعد إن شاء الله، أنت بس اللي مش فاهم. طب أنا مين اللي هيسعدني؟ ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيسعدك وهيجعلنا سبب إن شاء الله لسعادتك دي. يا سيدي أنا بقولك أهو، اعتبر نفسك متعين وشغال معانا وليك مرتب كل شهر بعيد عن سيادة المحافظ. هو في حاجة في المحافظة كلها ملهاش علاقة بسيادة المحافظة؟ أنا رأيك والله يا أستاذ فضال، مش هو رئيس جمهورية المحافظة؟ أيوة بس في حاجة، إحنا شغلنا مش في محافظة واحدة، في معظم المحافظات. ومال؟ ما كل المحافظات بتنفذ على بعض. بس أنا ليه شرط، المحافظ ما يعرفش أي حاجة بخصوص المرتب. ليه؟ بس أنا بعمل ده كله لمصلحتنا. ها؟ المحافظ بتاعنا الفيزيتا بتاعته عالية قوي، مش هتلاحقوا عليه لو دخل معاكم في كل مشروع. خلاص بقى يا أستاذ، قلنا سعادتك والمحافظ على دماغنا من فوق. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. والله العظيم يا سعادة الباشا القعدة ما تحلى غير في وجود سعادتك. ربنا يخليك. ربنا أمر سعادتك يا فندم. دفنت الغزالة في التلج ولا لحستها؟ دفنتها يا فندم. شوف يا فضالي، الغزالة دي لو باظت ولا ريحتها ما عجبتنيش على ما نوصل مصر هطين عيشتك. حتى لو ما باظتش يا فندم وحضرتك عايز تطين عيشتي احلم في أي وقت. طب يلا يلا على الكل. ولا أقول لك هات لي نظارات الإنام العربية. حاضر يا فندم. هو ساعتك عايز تقرا الطعام ولا حاجة؟ لا بس فرض احتجت النظارة ولا حاجة، يبقى ساعتها هعمل إيه يعني؟ ساعتها سيادتك تبعته تاني وتديله بالجزمة كمان، في صنف زي الفضالي كده يحب الضرب بالجزمة. لا لا يا فتحي بيه، بس هو بيني وبينك هواية عندي إن أنا مشور فضالي رايح جاي. لا بس هو بيحب ساعتك قوي. ولا بيحبني ولا حاجة، هي الميزة الوحيدة للفضالي إنه كتوم قوي، وعشان كده انا متمسك بيه، لكن غير كده هو ما يستاهلش الا الرمي. خلاص سعادتك، اول ما اجيب النضاره خدها منه وارميه على طول. والله احمد معاه حق، بس بعد اذن سيادتك يعني كان ليا سؤال صغير عندي. اتفضل يا فتحي بيه. هما بتوع الكهرباء لو جولنا في اي وقت ممكن يبوظوا لنا الدنيا، يوقفوا لنا المصلحه؟ قصدك تقول يكهربوا لنا الدنيا؟ لا كهربة ايه، اي كهربا نقف على الخشب. بالظبط كده. النضاره يا باشا. ميرسي يا فضالي. اقعد كل بقى الف هن. اغرف له يا محمد، ده الاستاذ فضالي ده حبيبي. ما ردتش عليا سعادتك.
بالنسبة للموضوع الكهرباء يعني. والله يا فتحي بيه الحاجات دي نقدر نحلها لما نصطدم بيها، لما تحصل الحادثة، وطول ما الحادثة ما حصلتش احنا كده في الأمان. تمام سعادتك، بس احنا بنقول يعني نفترض ان في حادثة هنضيع فيها. يا سيدي ولا هنضيع ولا حاجة، وساعة ما يحصل أي حاجة بقى يبقى يحلها ألف حلال. وعلى العموم البركة في سعادتك برضه يا باشا. الله يخليك. يعني ايه البركة في سعادتك؟ طب افرض سعادته اتنقل، اترفد، مات يا جدع، تودينا احنا التلاتة في داهية عشان خاطر سعادته؟ لا إله إلا الله. طب كنت أقول له إيه؟ كان لازم يدينا ضمانات يا أحمد. أنت اللي بتقول كده يا محمد؟ إزاي يعني؟ هنقول له هات ضمانات؟ هيقول لنا لا يا جماعه الموضوع ده كان فيه مشكله من الاول، ما ينفعش. ساعتها بقى سعادتك هتقول له خلاص سعادتك متشكرين مش عايزين الارض. يا ابني انت مش فاهم، ده احنا كده ممكن الفلوس تضيع علينا، الفلوس كلها. يا حاج لا هتضيع ولا حاجه، الراجل عنده الحل، بس هو مش عايز يقوله لك عشان يفضل يحلبك. لو انت فاكر يا حجيجه انك اول ما تدي له فلوس هيخلص، مفيش. لا، طول ما هو بيقدم لك خدمات، طول ما هو مدد لك ايده. يا نهار اسود، ده احنا كده هنخش في موال ومش هنخلص منه. تهتوا الاناء، بدل ما يحلبنا نحلبه هو. ازاي يا حجيج؟ هقول لك ازاي. اول ما ورق الارض يخلص وقبل المشاكل بتاعت الكهرباء نبيع احنا الارض. واحنا بنشتري الارض عشان نبيعها يا حاج. يا عم انت استنى بقى، الله، الراجل بيقول فكره حلوه قوي قوي، لا هي اول ارض ولا اخر ارض، بس المهم بقى يا حجيج هنبيع نكسب. طبعا طبعا يا احمد يا اخويا حبيبي، نكسب اه، ونشتري اي حته ارض تانية، اهم حاجه بقى ما يكونش عليها مشاكل. منيره، ازيك يا تيفا؟ تيفا في عينك وفي عين اللي خلفوكي، اسمها سيتا وفيه، ولا انت نسيتي؟ انا يا اخويا كل اللي انا فاكراه ان هو ده الاسم اللي انت كنت بتحبني اناديلك بيه، ولا نسيت يا تيفا؟ برضو؟ طب ادخلي انت دلوقتي يا نتيبة. اعرف الاول بنت بتاع الانابيب دي ايه اللي جابها هنا. ادخلي يا نتيبة وقصر الشر عشان خاطري. سميحة خديها وضيطها وفروا عليكم من جوه. يلا يا نينا يلا نخش جوه، يلا ملناش دعوة، يلا يلا. نعم افندم. خير يا اللي ما شفتش من وشي خير. يا اخويا كويس انك لسه بخير وواقف على حيل. ليه، وكان حد قالك ان انكفيت على وشي؟ لا سمح الله. اتكفيت بقى ولا ما اتكفيتش لنفسك؟ هدومك اهي والشقة ما شوفش وشك تاني فيها، ولو عاوز ترجع تيجي تتفاهم مع ابويا، ويا نوافق يا ما نوافقش. اتكلم على قدك يا بنت، ابوك مين ده اللي اروح اتفاهم معاه؟ ده انت كنت مجرة وانا اللي طلعتك بره. ليك حق يا اخويا، صوتك يعلى عليا وتعيرني، ما انت بسم الله ما شاء الله اهو بقى في ظهرك عمارة بحالها لاملي فيها عيالك. اه معلوم، عزي وعزوتي وسندي عيالي، اه رجالة من ظهر راجل. صحيح، عاجبك ولا مش عاجبك؟ ولو قلتلك مش عاجبني هتعمل ايه يا يا سيد الرجالة؟ سيد الرجالة غصب عن عينك وعن عين ابوك وعين كل اللي تشدد لي. يا اخويا ما تتحمقش قوي كده، حسن يطقلك عارق، وانت بصراحة بقى ما انتش ناقص، كفاية يا راجل اللي طقوا قبل كده. وبعدين يا راجل خلاص انت لازم تاخد بالك من صحتك شوية، ده انت رجلك والاب. قبري يلمك انت واهلك كلهم يا بنت بتاع الانابيب، هي حصلت غوري من وشي. يا اخويا بالراحة على نفسك شوية حسن تقع من طولك. اطلعي بره بنت، اطلعي بره، اطلعي بره بقى قبل ما اقطعك حتت وارميكي للكلاب. استنى عندي، هاتي مفتاح الشقه بنت. شقه ايه يا ابو شقه؟ شقتي تعبي وعرقي وشقه عمري كلكم، والشقه دي كوم، الشقه دي تسوى رقبتك، فاهمه يعني ايه؟ ده انا اقتلك وكتاب الله هقتلك، فاهمه؟ حوش يا حواس قال يقتلني. قال طب يا اخويا ما تفرجني الرجوله عشان تقضي لك اليومين ثلاثه اللي باقيين في عمرك في السجن بحسرتي انا والواد اللي في بطني. بقول لك ايه يا حاج، شقه وملكش فيها قشايه، وابنك ويبقى يا اخويا وريني هتشوفه ازاي. بالاذن يا يا سيد الرجاله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وماله بس يا حاج؟ ماله أمجد سعيد؟ لا إله إلا الله، رجل كويس وبتاع شغل، وأنا بثق فيه بأمن له. يا ابني إن كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع عاقل. إزاي تعمله توكيل بالسحب والإيداع لجميع حساباتنا؟ طب افرض خد الفلوس دي وهرب، هنجيبه إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو كمان هيعمل لنا يا حاج توكيل بالسحب والإيداع على حسابه. ده هيخلينا نعمل عمليات أكبر وأحلى. لا إله إلا الله. على فكرة في 3 مليون مارك ألماني مطلوبين كل أسبوع، وهو اللي جايب الشغلانة دي يا حاج. وأنت ما فكرتش كده بدماغك الحلوة دي؟ مين اللي عايز 3 مليون مارك كل أسبوع؟ الصراحة هو ما قاليش، بس يعني كان لمحلي كده إنه حد بيشتغل مع الحاج عبشكور الحريف بتاع البلاستيك. الحاج عبشكور ليه في توظيف الأموال؟ مالوش في تجارة العملة؟ يا سيدي هيبقى له، يشتغل ويشغلنا يا حاج. بس احنا كده الراجل ده هيسحب كل المارك الموجود في السوق، يعني كلها كام شهر ومش هنلاقي مارك واحد. استنى استنى، انت قصدك انه هيلمه بعد كده يبيعه بالسعر اللي هو عايزه؟ الله ينور عليك وعلى اللي جابوك. طب وماله يا حاج؟ ما تسيبه يعمل كده، مفيش مشكله، وبرضه هولينا مصلحه. بس لو عمل كده يا حاج هيبقى لها 100 مليون حل. يعني انت شايف كده يا احمد؟ بقول لك ايه، بالله عليك بقى، كفايه بتاع اللي انت عملت بلبعه ده يا حاج. ما بعرفش انام من غيره يا اخي. يا اخي لا شفتك ولا سمعت عنك انك بتنام طول عمرك صاحي. لا كان بينيمني الاول. اه والله كنت اخد القرص انام سطيحه، الوقت مش عارف باظ ولا ايه. اخد واحده كمان. انت اسكت بقى، الله يبارك لك يا حاج بقى، بلاش منه. طب سيبك من الموضوع ده وحياه اخوك، بلاش تعمل توكيل للجدع اللي اسمه امجد ده. في ايه يا حاج؟ انا مش فاهم والله، انت متضايق منه ولا قرفان ولا مش عايز تشتغل معاه؟ ما بقتش فاهم. اصل حاسس ان هو شايف نفسه طول الوقت كده ومتقالط ومتحفلت في هدومه كده، وما تعرفش عامل ابن مين ولا الواد ابن مين ده. بس 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 الله يبارك لك. لا اله الا الله، احنا مالنا وماله يا حاج؟ الراجل بتاع شغل، وبصراحه هو بيرتاح لي وانا برتاح له. بس خلاص تاهت ولقيناها. انت تعمل حساب باسمك وتعمل له توكيل على حسابك، حساب انا بقى وحساب اخوك مالكش دعوه بيه. ايه كده يا حاج فتحي؟ اول مره تقول اشتغل لوحدي، عايز تفرضها ليه يا حاج؟ ده البركه في الجماعه. احنا بعون الله لو فتحنا الاعتماد دلوقتي العربيات هتبقى عندنا بعد 3 اشهر. خلاص يا حاج نفتح الاعتماد على بركه الله. العشرة في المية بتوع 50 مليون 5 مليون، تحب يبقى بالنص ولا التلت والتلتين؟ لا احنا ننصص ما نتلتش. خلاص على البركة، مفيش اي مشكلة، ونغرق السوق بعربيات جديدة يا حاجة، بس على شرط نبيع قسط مش كاش. لا احنا كده بقى صاحبي ممكن نختلف. لا اله الا الله، ونختلف بس ليه يا حاجة؟ احنا كل اللي هيحصل ان احنا هنجدول المدفوعات مع الشركة ونبيع العربية بالتقسيط على سنتين بفايدة محترمة. بعد سنتين العربية هتجيب تمنها مرة ونص، ده غير مكسبنا الأصل يا حاج. والفلوس طالما هي رايحة وجاية هتجيب وراها فلوس. نقفل بس موضوع العربيات ليه أنا وإنت، وبعد كده لو عايز تبيع كاش أنا معك. مع إني مش مقتنع بكلامك، بس يمكن تكون إنت شايف حاجة أنا مش شايفها. أو هو الكلام يا حقيقة تمام كده، بس أنا همشي وراك هنا وإنت هتمشي ورايا في حتة تانية. عينيا الاثنين امرني. الحاج عبد الشكور الحريف عاوزين نعمل له زياره. وماله؟ ان شاء الله مستعدين، بس ليه؟ انت راجل بركه ومحترم وانا اشتغلت معاه كتير قبل كده. اوعى تكون هتقول لي نديله فلوسنا يشغلها لنا. لا. احنا عايزين نشاركه، لو احنا الثلاثه اتجمعنا مع بعض هنهد الدنيا. بس الحاج فتحي هيقفش. ما هو الحاج فتحي على طول بيقفش. خلاص على بركة الله نروح ونشوف ممكن نعمل معاه ايه. بالمرة كمان كان في محاسب عنده بيقولوا عليه كويس قوي قوي، كنت عايز اتعرف عليه. ده حمدي خميس، ده ماشي كل حاجة زي المسطرة. المسطرة؟ انا بقى عايز مسطرة زي المسطرة دي بالظبط. ازيك يا حاجة؟ اهلا وسهلا. امال الانسة هنا فين؟ الانسة هنا على البحر، نقول لها مين؟ قول لها لبيب. لبيب من طرف الدكتور خليل. متشكرين قوي. غريب انت قوي لما تكون فاكر انك كده بتبعد. انت عرفت مكاني هنا ازاي؟ على فكره كل ما بتقربي مني بتفكري انك بعدتي بتقربي. انا مبسوط قوي انك طفشتي.
مبسوط؟ مش فاهمة يعني مبسوط ازاي؟ انت عايزني اقرب منك ولا ابعد عنك؟ مش فاهمة. عايزك تقربي قوي، تقربي على قد ما تقدري. على فكرة أنا انبسطت إنك بعدتي علشان ده معناه إن في حاجة أنت خايفة منها، حاجة قلقاكي بتحاولي تقاوميها ومش قادرة. متهيألي صح كده؟ صح بصراحة، كل كلمة قلتها مظبوط. أنا فعلا هربت علشان ما ضعفش وعلشان ما وافقش على حاجة عقلي رافضها، بس أنا من جوايا مش قادرة استحمل الرفض ده. عرفت بقى أنا مبسوط ليه؟ عرفت. بس مش معنى ان جيت لي هنا ان فيها اي حاجه هتتغير. انا ما يا سلام، كل حاجه هتتغير، والله كله هيتغير. على فكره اذا كنت انا مصر عليك قبل كده اراد، دلوقتي انا مصر عليك 24 اراد، وهفضل مصر عليك ومتمسك بيك لحد ما اعديك ان شاء الله. انت لسه تعديني؟ ده وعد. وعد بايه؟ وعد منك تتجوزيني هنا. لا 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 لا، ده قرار صعب قوي. انا خايفه اخد اي قرار اندم عليه بعد كده. والله انا حاسس انك هتندمي بجد لو ما اتجوزتنيش. بصي بقى، انت هتقرري تتجوزيني يا اما هدلقك في البحر دلوقتي. طبعا يا بنتي، هو في راجل دلوقتي بيعمل كده؟ انا ما اعرفش بصراحه الرجاله بتعمل ايه وما بتعملش ايه. بصي انا بقى اعرف وهقول لك، الراجل اللي عنده المشاعر الجميله دي والاحاسيس الحلوه دي ما يترفضش يا هناء. بصراحه انا فعلا حاسه ان هو مختلف، وفي حاجات كتير قوي بتعجبني فيه، بس برضو مش عارفه ليه انا خايفه منه. هناء، كل حاجه بالورقه والقلم عماله تحسبيها، الموضوع ده هناء ما فيهوش حسابات. تعرفي انا علشان اتجوز احمد اعمل ايه؟ لازم العزمه تبقى في ايدي. دول بقى احلى تشكيله هدايا لعيد الام، وكل سنه وانت طيب. طيب الله يكرمك. الله 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 الله، حلو قوي. بص بقى يا عاشي، انا مش هنقي واسيبك انت بالنقي يا باشا، ماشي؟ ومش هعدل عليكي في حاجه. اتفضلي علبه كمان اهي، اختاري اللي انت عايزاه، قدامك 2 كيلو ذهب بحالهم اهم. الله الله الله، بقينا نشتري الذهب بالكيلو يا هاشم. قولي ولي الكيلو بقى بكام دلوقتي؟ الكيلو عامل 30,000. ولازم يدفعوا كاش؟ ما ينفعش يعني نظام كده وقسط؟ الدهب ما فيهوش قسط. لا اله الا الله، اشمعنى الدهب يعني؟ ما كله بالقسط، على راسه ريشه الدهب. اصل كل دقيقه بسعر، يعني ممكن بعد ساعه واحده يبقى فوق، ممكن بعد ساعه واحده يبقى تحت. ممكن. طيب واللي ما معهوش 30,000 مره واحده؟ ادفع اللي معاك احجز بيه، والباقي اخر النهار. موافق. ينفع 10؟ والباقي بعد صلاه المغرب. موافق، بس على شرط هنثبت السعر اللي اتفقنا عليه، يعني طلع بعد كده او نزل انا ماليش دعوه. موافق. طبعا نفسك انت دلوقتي كيلو الذهب ينزل. والله انت وحظك. حظي عسل، حظي لوز. الحمد لله رب العالمين، مبروك علينا. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا احمد؟ ده كيلو ذهب يا حاج. ما انا شايف انه ذهب. هتعمل بيه ايه ده يا احمد؟ ده هدايا لعيد الام. انت اتهبلت ولا ايه؟ هتهادي بكيلو دهب؟ ايوه، وفي كمان لعبه كده عايز العبها يا حاج فتحي، ومش عارف هترسى على ايه. جرايه يا حاج احمد، هو الدهب بقى لعبه؟ هو في احلى من لعب الدهب؟ طب استنى وداري على شمعتك تقيد. تكونش عايزنا نشتغل في الدهب؟ تكونش عايز تفتح محل دهب؟ طبعا عايز يا حاج، بس عايز افتح محلات دهب، مش دلوقتي. ليه؟ كأنك انت ما اتعلمتش منه ولا حاجة؟ ما قلت لك خير البر عاجله، وإذا عزمت فتوكل على الله. احنا من بكرة الصبح ننزل نلف نلاقي أحلى محلات فيك يا مصر، نفتح ونشتغل ونكسب يا أحمد. اسمعني بس، اصبر عليا شوية، احنا عايزين نشتري وما نبيعش. جرالك إيه يا أحمد؟ هو في حد بيشتري وما يبيعش؟ حاجه فتحي، ده أنا اتعلمت الحكاية دي منك. فاكر لما كنا بنتكلم على المارك الألماني الحاج عبد الشكور؟ يا ابن الجنية، انت عايز تلم الدهب اللي موجود كله في السوق وتسقعه عشان احنا نتحكم في سعر الدهب؟ اوه الله يفتح عليك، احنا هنلم كسر الدهب ونعطش السوق ونفضل نلم 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 يا
يعطش قوي نرويه بدهبنا. اديني بوسه. اديني بوسه. يلا يا نعمه. بسم الله. ايه ده؟ هو انا هاكل طاجن المعالي ده كله لوحدي؟ كله لوحدي؟ انت حاسس انه كبير قوي يعني. يا ست الدكتور قال لك ايه؟ حركه قليله وغذاء كتير. لحد امتى؟ لحد ما تجيب اللي في بطنك. مش قصدي والله، انا قصدي يعني لحد ما السيد الوريث يشرف الدنيا. ربنا يديك طول العمر يا سي محمد. بس ليه بقى مش وريثه؟ وريث ولا وريثه ايه اللي هيفرقها يعني؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس، اهم حاجه يبقى لينا حاجه في الدنيا دي. يلا كلي بقى ام علي دي قبل ما تبرد، لحسن هي بتتاكل وهي سخنه ملهلبه. وانت يا سي محمد؟ انا اكلت واحده اكبر منها كمان تحت عند الحاج، وابوك الحاج توفيق ضرب واحده زيها. اخبار مديحه ايه يا سي محمد؟ مديحه كويسه الحمد لله. مفيش جديد؟ مفيش جديد في ايه؟ يعني موضوع الخلفه. ادعي لها ربنا يكرمها ان شاء الله ويرزقها بالذريه الصالحه. اللهم امين. بقول لك ايه، انا ان شاء الله مش ناوي اسافر الحج مع احمد وفتحي. ليه يا سي محمد؟ ودي برضو حاجه تفوتك. لا لازم تسافر ان شاء الله. طب افرضي سافرت انا من هنا وانت ولدتي من هنا؟ لا ما تخافش لسه بدري. ولا برضو قاعد لك وقاعد في قرابيزك انت والواد ده. ما تقول حاجه ياض. طب وما نتكل على الله يا حاج فتحي. يا حاج فتحي بتعمل ايه يا حاج فتحي؟ ها عارف ياض يا احمد، سفرية السعودية دي فيها 7 فوائد، أهم فايدة فيهم طبعاً اللي احنا هنحج بيت الله الحرام. طبعاً هيتبقى لنا في ذمة السفرية 6 فوائد، في منهم اللي هيتخطط له ويترسم له، وفي منهم اللي هنسيبه على بركة السفرية. بس احنا هنحتاج فلوس ومبلغ محترم، مبلغ كبير يعني. قد ايه بقى يا حاج المبلغ المحترم الكبير؟ مش اقل من 500,000 ريال سعودي. يا حاج عايزنا ندخل السعودية 500,000 ريال؟ يا جدع ان شاء الله تشليون. مش مشكلة انت تدخل فلوس، المشكلة لو خرجت فلوس. انت عايز تدخل فلوس تخرج بضاعة. دهب. دهب يا احمد يا اخويا يا حبيبي. الدهب في السعودية ارخص من هنا بكتير. شوف بقى. بس يا حاج ازاي هنخرج الدهب من السعودية وازاي هندخله مصر؟ مالكش فيه. سيب الموضوع ده علي انا. واتطمن. يا حاج. اتطمن. ولو اتمسكنا وروحنا في ابو حديد. اتطمن. احمد اصحى يا احمد. يا احمد ايه يا حاج؟ اصحى الدنيا مقلوبه في مصر. لا اله الا الله. بيه مشاعري انا معي الى الامه المصريه والشعوب العربيه والاسلاميه. والعالم كله اسعينا المناضل البطل انور السادات. استشهد الزعيم الذي تعلقت بحبه ملايين القلوب. استشهد بطل الحرب وبطل السلام. لقد ابتالت الزعيم يد آثمه قادره. وان كنا قد فقدنا الزعيم والقائد فان عزاءنا ان الشعب المصري كله لملايينه في ارجاء البلاد ريفها وحضرها يقف اليوم يعتصره الحزن والألم. عارفة يا بدرية كل ما بنيجي نحج ببقى مش عايزة امشي خالص، ده لولا ابويا وامي وام هاشم كنت فضلت هنا على طول. ايوه يا اختي، عشان تسيبي جوزك يدور على حل شعر. وانا عارفة منعه وانا هناك يعني. وهو ايه بقى؟ مش ناوي يطلق اللي فضل على ذمته دي؟ مش عارفة، انا ما بفتحش الموضوع ده معاه خالص. انت خايبة. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا فتح الشنط دي كلها؟ هو احنا جبنا كل الحاجات دي؟ لا يا حاجة، ده انا والحاج فتحي نزلنا بس بضعنا يعني شويه بضاعه بزياده شويه. مظبوط كده. انت في الشنطه احنا في شنطتين من دول هناخدهم معانا الطياره. لا انا مش هقدر اشيل. الله، وانت حد يقدر يشيلك يا باشا؟ دول بيتجروا. وبعدين يا ستي خلي الشيل علينا والجر عليك. اتفضلوا بس عشان الحاجه الطياره. اتفضلوا. انا الشنط انا خايف. ما تخافش، طول ما الاثنين مش عارفين ايه اللي في الشنط ما تقلقش، حط في بطنك بطيخه صيف. انا خايف من التفتيش اللي في المطار. يا عم الجمارك ما بيفتشوش الحريم زينا، ما تقلقش. ربنا يستر يا حاج، ربنا يستر. ما تخافش. تخاف من ايه؟ وبعدين اقول لك يعني لو صدره الدهب صدروه، اهو ندفع الغرامه وكان الله بالسر عليم. يلا تعالى. بقول لك يا بدريه، خد السميحه وخد عربيه الشنط دي وسبقونا، وانا واحمد هروح سوق الحره، في ناس طالبين مننا حاجات ضروري قوي. طب ما نيجي معاكم، ولا انتوا عايزين تخلصوا منا وخلاص؟ لا اله الا الله، نخلص منكم ليه بس يا ست؟ الراجل مش عايز يتعبكم معانا في اللف والدوران على الحاجه. خلاص يا بدريه، طالما عايزين يريحونا خلينا نسبق احنا. ماشي
بس لما انتوه من بعض ابو دوروا انتوا بقى علينا. يا ست مش هتتوهي ولا حاجة، أول ما تخرجي هتلاقي محمد مستنيك، واقف استنينا معاه، احنا مش هنتأخر. إن شاء الله. اتكل على الله. يلا. خدوا بالكم من بعض. يلا يا أختي. مش كنا خرجنا احنا بالشنط، لو اتمسكوا بيها هيتبهدلوا. هما لو اتمسكوا احنا هنعرف نتصرف، أما احنا لو اتمسكنا مين اللي هيتصرف لنا؟ بعدين بقول لك إيه؟ اللي أنا أقوله هو اللي يمشي، مش عايز كلام تاني. طب يا أخي اهدى، لا إله إلا الله، الأمر شورى بينكم. لا، الكلام ده في شرعك أنت. بشارع انا مفيش شورى، اللي انا اقوله هو اللي يمشي. خلاص يا سيدي بطل نرفزه، وبتدور على ايه انت؟ بدور على اي واحده من البتاع ده اللي باخده تهديد. بقول لك ايه، سيبك بقى من البتاع ده خالص، البتاع ده هيبوظ لك جهازك العصبي، انا دكتور وبقول لك. هو انا معايا، انا مش لاقي ولا واحده في جيبي. طب يا اخويا اديك هتخرج تلاقي السواق شايله لك اول ما تخرج من المطار، مش مكلمه قايل له؟ الله، انت ايش عرفك؟ العصفوره اللي قالت. عصفورتي ايه؟ انت بتتجسس عليا ولا ايه يا حاج؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اتجسس عليك بس؟ يلا يا جدع انت ما تكبرش الموضوع. استاذ احمد توفيق. ايوه. أوه. عايزينك معانا. عايزينك ايه؟ تعالى معانا انت تعرف. طب انتوا عايزين انا لوحدي؟ طيب اتفضل معانا.